مدرسة يابانية بالمحافظة والعمل على بناء 55 مدرسة أخرى. يرتفع ترتيب مصر في جودة التعليم عالميا من المركز قبل الأخير إلى 74 عالميا. المبادرات الرئاسية التي ضافت كل شبر في أرض المحروسة بحثاً عن صحة أفضل لأبنائها، فبدأت بإطلاق مبادرة 100 مليون صحة، كما لاقت سيدات مصر اهتماماً كبيراً من الرئاسة، حيث أطلقت مبادرة خاصة للكشف المبكر لأربعة ملايين سيدة في إطار مبادرة الكشف المبكر لأورام الثدي وإنهاء قوائم انتظار المرضى خلال 6 أشهر. ونجحت الدولة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد، حيث ضخت الدولة 100 مليار جنيه لمواجهة الفيروس والتعاقد على شراء ملايين الجرعات من لقاحات كورونا الصيني والبريطاني.